قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وسبحان الله وسبحان الله وما أنا من المشركين. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ده رقيف مع قوله عليه الصلاة والسلام ولا يشركوا به شيئا. وكلامي عن الشرك يا جماعة ما معناته الناس القدامي ده المشركين أبدا، لأنه لو ما كنا نظن فيكم الخير ما كنت جيتوا المسجد أصلا. فأهل المساجد في الأصل هم دل أهل الخير وأهل الإيمان، لكن هذا الكلام من باب التحذير، عشان كده القائل يقول عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الخير من الشر يقع فيه. الزول اللي ما بيعرف الشر بيقع فيه، والليلة لو ما عرفت الدرب ده شارع ده مثلا يعني أو ده أو ده أو ده شارع كعب ما حتتجنبه، حتمشي فيه وتغتس فيه وتوحل مرة واحدة. فمعرفتك للشر بتخليك ما تقع في الشر. عشان كده حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال كان الناس الصحابة يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أنا أسأله عن الشر. ليه؟ قال مخافة أن يدركني عشان ما أقع فيه. فكلامنا من الباب ده. وبعدين الحديث ذاته الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا لمعاذ بن جبل وللأمة كلها ليوم القيامة. هل معاذ بن جبل كان مشرك؟ ما مشرك، بل معاذ بن جبل صحابي جليل. واحد، اثنين، الرسول صلى الله عليه وسلم قال معاذ بن جبل يسبق العلماء برتوة، يعني يوم القيامة يجوا الزمرة بتاعت العلماء الفقهاء بتاعنا الأمة المسلمة، معاذ بن جبل قدام العلماء كلهم بجدعة حجر كمان أو مسافة من الأرض. وقال عنه عليه الصلاة والسلام معاذ بن جبل أعلم الأمة كلها بالحلال والحرام. بعد ده يقول لا يا معاذ ما تشرك بها الله. الرسول صلى الله عليه وسلم ذاته عليه الصلاة والسلام ربنا قال له ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك يا محمد يا رسول الله، يعني لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. الرسول صلى الله عليه وسلم ربنا يقول له ما تشرك، هل أشرك بالله؟ ما أشرك، بل ده سيد الأنبياء والمرسلين وسيد ولد آدم أجمعين وسيد الأولياء والصالحين. بعد ده الله قال لي ما تشري، عشان يحذرنا نحن برضو من باب أولى. فلذلك أنا ده رقيف مع الشرك ده، لونه كيف، شكله كيف، عامل كيف. إنه واحد، الشرك أن تجعل لله ندا وهو خلقك. خلقنا منه يا جماعة؟ ربنا. لو في زول جا قال شيخي ده خلقني او بيخلق الجنة او بيدي المرأة الما ابتلت الجنة، ده اشرك بالله وخدت مع الله شريك، لانه الشيخ ما بيخلق، اللي بيخلق الله، لانه الشيخ ذاته مخلوق وبيموت ونصهم ماتوا، الشيوخ ذاتهم ماتوا، عشان كده بعد ما يموت يجيب له قبة وغيره، رغم انه ده حرام ومن الكبائر. لكن الموضوع وين؟ الموضوع انه مات، ولما مات كمان الجماعه غسلوه قلعوا لك الشيخ ده مره واحد، ملصوا اي حاجه، يبقى بيخلق بيد الجنه كيف؟ الشيخ ملصوا مره واحد وداسوا له بطنه، طلع العفن من بطنه، يبقى بيخلق بيد الجنه كيف؟ وكفنه يده دي ما قدر يرفع، صباعه ده ما قادر يحرك، كفنه والجماعة شايلينه، صلى على النبي صلى على النبي صلى على النبي، وصلوا المقابر وزردوا تحت، يبقى بيخلق كيف وبدي الجنة كيف؟ وبعد ما أخذته تحت الناس اللي نزلوه في القبر ديل أكثر ناس بيحبوه كمان، صح ولا ما صح؟
أكثر ناس بيحبوهم من نزلوا تعيد. وبعد ما نزلوا تعيد ما خلوا ساي، جابوا طوب أخضر يا زول، والله إن دخلوك حي ما تقدر تكفر طوب واحد تطلع برا، إن دخلوك حي خليه ميت. دخلوا تعيد ودوا لك طوب أخضر قريب 20 طوب اللوت لوت، وبعد ده أدوا طين، وبعد ده كمدوا لك بالتراب وعملوا لك كوم بفوق كمان. تيجي تقول لي يا أبوي شيخ تديني؟ انت نزلت تعيد، لو كان بدي ما كان ادى نفس الروح. يا جماعه بالعقل كده، عشان كده الكلام ده ربنا جابه في القران بالنص بخاطب به العقول حقتنا. ربنا سبحانه وتعالى قال: والذين يدعون من دون الله، اللي بتدعوه من دون الله الشيوخ ديل، اموات غير احياء وما يشعرون ايان يبعثون. وربنا قال: والذين يدعون من دون الله، نعم الآية هكذا، لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. لا بيخلق شيء ذا معناته ضبانة ما بيخلقها، بعوضة ما يخلقها. يجي يدي المرة حقتك الجنة كيف يعني؟ ضبان. تقول لي جنة ضبانة واحدة ما يخلقها. عشان كده ربنا قال: يا أيها الناس كلكم ضرب مثل. المثل بيضرب عشان تفهموا، لأنه الموضوع ده أهم موضوع في القرآن كله، عشان كده ربنا دائما بيضرب بالمثل. فاستمعوا له: إن الذين تدعون من دون الله، الشيوخ اللي بيدعوهم من دون الله ديل، لن يخلقوا ذبابا. وذباب هنا نحن السودانيين ذباب دي بنقصد بها كتار، ضبابين كثيرة، لكن في اللغة العربية ذباب يعني واحدة. الله تحداهم بضبانة واحدة، ولكن مية بتاع ضبان واحدة بس. قال لك اللي بتدعوهم من دون الله ضبانة ما بيخلقوها ولو واحدة. أها مش كده وبس، ربنا قال: ولو اجتمعوا له، لو عملوا الفقراء كلهم اجتماع بتاع فكية، ودخلوا في صالة بتاعت اجتماعات ودوروا المكيف الفريون في شنو يا فكية، قالوا دارين يخلقوا ضبانة واحدة، إن شاء الله النوع الصغير ذاك. الله قال: لن يخلقوا ذبابا وحده ولو اجتمعوا لعملوا اجتماع، ما بيخلقوها. يبقى يدي المرض جنى كيف؟ وان يسلبهم الذباب شيئا، لو الضبانه دي جات سرقت من صحن الفكي لقمه قدره بس، والله الفكي ده انجرابه كرعين ويدينه ما يملوص منها، لانه الله قال كده. الله قال: وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، مش صالح مش ولي، ما بيقدر يمرق منا. ده كلام الله ينازل في القرآن في سورة الحج: وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. ضعف الطالب اللي بيطلب غير الله وبيمشي للميتين وبيخلي الله الحي الذي لا يموت. ضعف الطالب والمطلوب اللي بتطلبه ده حتى إن بقى ولي، الله قال ضعيف، لأنه لو ما ضعيف ما كان مات، لو ما ضعيف ما كان مرض، لو ما ضعيف ما كان بيتعب بالليل، عشان كده بينوم عشان يستريح. ضعف الطالب والمطلوب. ما قدر الله حق قدره، إن الله، شوف بعد ما ربنا وراك إنه ضل ضعاف داري يوريك نفسه سبحانه وتعالى، إن الله لقوي عزيز. شفتوا العقيدة دي لو ركبت في قلوبنا تاري ما في عدو بخوفنا اصلا. السبب اللي بيخلي المسلمين مهزومين شنو يا ناس؟ لانه كثير من الناس اللي بينتسبوا الى الاسلام انتسابا بيعتقدوا في المخلوقين زيهم. يا جماعه اذا كان، معلش نكون واضحين، احنا احيانا تلقى في غريه فيها عمم يا زول، اعمامك لابسين عمه الواحده 5 متر وجلابيه 5 متر، دي كم؟ 10 متر، وعراقي 14 متر، وحاجات ثانيه قريب 25 متر، كلها قاليده شايله فوق رقبته. لكن تلقاه يخاف من دلقان ربع متر معلق في الحله في الفريق حقهم، ده شنو؟ قال والله الشيخ اتبين، شيخ فلان وفلان اتبين هنا، يعني شنو اتبين؟ حلم حبوبه فلانه انه جالج حبوبه ام جدها في النوم وقال لها اعمل لي بيان هنا، تلقى الحله كلها تخاف لها من علم بيرك لونه أخضر لونه بمبي معلق، الحلة كلها خايفة من البيرك ده. المزارع فيهم الدار المطر بيمشي محل البيان
بدل ما يمشي إلى الله يقول يا الله يا الله يا الله تديني ما ترى، يقول لا يمشي إلى ده. المرأة ما بتلد دائرة الجنة تمشي إلى ده، والجنة عند الله. ربنا سبحانه وتعالى قال لله ملك السماوات والأرض. والله البشر ديل مهما علوا ضعاف ضعاف، مهما الإنسان ترقى وعلا ضعيف. بعوضة واحدة ممكن تجيب لك شفت حنانه ذاته، واحدة بس واحدة بس ضعيف يا أخي، شوكة سريحة تدخل لك هنا ده تلقى لي راسك فوق عنده حمى بيعمل كده سريحة بتاع الشوكة بس. فالبشر ضعيف يا أخي، عشان كده ربنا قال لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا. واحد الله بيدي بنات بس الله لا أداه، ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا. واحد رابع ويجعل من يشاء عقيما. ده شغل ربنا، ما بيزول بيقدر يتدخل في الشغل ده، وده السبب اللي بيخليه احنا ضعاف. الناس لو اعتقدوا في الله بنقوى بنبقى أقوى أمة وأغنى أمة وأقوى ناس عندهم اقتصاد وأموال وبترول وغيره. إذا وحدنا الله بس أنا ما في حاجة، لأنه الشرك ده مش بيأثر على المعيشة والاقتصاد والأمن وغيره. الشرك ده أثر على حجر جنازل من الجنة من فوق، اللي هو الحجر الأسود ده. أنت قالوا كان لونه أسود؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحجر الأسود نزل من الجنة، الحجر في الكعبة ده جنازل من الجنة، كان أشد بياضا من الثلج وأشد بياضا من اللبن، سودته خطايا أهل الشرك. الناس اللي بيدعوا غير الله وبيمشوا للميتين، يا جماعة ذول الله خلقه وكان في بطن أمه 9 شهور، الله حفظه جوا أمه بتاكل شطة في وقت الوحم، تقول لك إلا تجيب لي شطة حمراء، تاكل شطة حمراء بتمشي للجنة؟ لو مشت له كان شنو؟ كان كتلته. الله بيحفظه من ده، أمه دي ممكن تنط تقع وبرضه ربنا يحفظه، وقاعد جوا في حتات سخنة جدا. الآن شو المسجد ده لما الكهرباء قطعت قبيل الناس بقت تجارة شغل بالمكيفات سخانة، اتخيل نفسك بيه كبرك ده، تخيل كرفسوك ودخلوك جوا بطن زول بتقدر تقعد 10 دقائق بتموت بالسخانة. لكن في الوقت ده الله حفظه، يبقى ربنا قوي ولا ما قوي؟ قوي. وربنا بيحفظ ولا ما بيحفظ؟ بيحفظ. ربنا قال فالله خير حافظا، ربنا قال إن كل نفس لما عليها حافظ. بعد يجي طالع من بطن أمه الله حافظه لسه، أول ما يكبر يقول ودوني للفقير لبسوني حجاب، ليه؟ عشان يحفظني. طيب الحفظ الفقير ذاته جوه بطن أمه منو؟ الفقير ذاته صاحب الحجاب. شفت الفقير ده بقى مربع وجلده بيجي للتيس، بقى ذاته حجاب، لا بيحفظك لا بيحفظ نفسه، ليه؟ بالعقل كده، لأنه قبيل الله حفظكم كلكم. وين يا جماعة؟ في بطن أمك يا أخي. وربنا قال فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. الله اللي بيحفظك، والله ما في فقير بيحفظك ولا يغشك. يقول لك من القرآن عمرنا ما شفنا لنا حجاب قرآن صافي، إذا لقيت فيه قرآن إما تلقاك منه بالقلبة أو بيدم الحيط أو بالبراز أو بالبول أو محرفينه. لو لقيت ذاته قرآن صافي، لو لقيت تلقيت حيط عامل لك نجوم، هذا قرآن؟ أو مربع فيه كده 3 مربعات وكده 3 كل ينتسعة، هنا في أرغام بفوق تجمعهم 15 وتجمعهم رأى كده رأسي بيدو 15 وسيافي لو جمعت الأرغام بيدو 15، ده قرآن؟ ده شغل شياطين، شغل ده شغل شياطين. عشان كده واحد يقول لك لا والله حجاب ده أنا مما علقته، ضربوني بالسكينة السكينة رجعت، ممكن، لكن إبليس قاعد خدت يده أو خدت كراعه بيثبت الشغلة دي. ده الموضوع، ودار تتأكد إنه ده شغل إبليس ما شغل قرآن. الحجاب ده مش علقه في شجرة، وأذن الأذان الواحد ده أو أقرأ آية الكرسي الشيطان بيطير والنار بتاكل الشجرة دي مرة واحدة. ليه؟ لأنه شيطان جرى لما سمع القرآن، أو جرى لما سمع الأذان
زي ما قال النبي عليه الصلاة والسلام، قال إذا أذن الأذان أدبر الشيطان وله ضراط. فده شغل شياطين، لأنه الفكيدة تأكل عيشه، لا شغال موظف، لا شغال عسكري، لا شغال أستاذ في مدرسة، لا طبيب، لا حداد، لا نجار، شغال مولع بخور قاعد في أوضة والنساوين واقفين صف. تجي واحدة يقول لها أنت عندك عارض، هو أكبر عارض، وديك تجي داخلة أنت عندك عارض وأنت عندك عارض. يا أخي الناس اتطوروا لحد ما واحد والله يقول للمرأة عندك 13 شيطان جوا، أنا قريت لك مرق 2.5 فضل 11.5 كله كذب عشان يأكل قروشة. فأنا ما أعرف متى تفهم هذه الأمة الإسلامية إنه ده كله شرك بالله. يا أخي في رجل جل النبي عليه الصلاة والسلام وكانوا 10 رجال كانوا مشركين ودارين يدخل الإسلام جداد يا دوب، جاي يبايعوا منه النبي عليه الصلاة والسلام على الإسلام. الرسول صلى الله عليه وسلم بايع 9، العاشر ده مد يده، أو واحد فيهم مد يده، النبي صلى الله عليه وسلم شال يده قال له أنت بالذات ما بايعك. قالوا لما يا رسول الله؟ قال إنه معلق تميمة لابس الحجاب، معنى التميمة الحجاب. فأدخل الرجل يده وقطعه. ناس الليلة ناس بتعلوا له يقول لك لا ما يمكن، وشيخ فلان جابوه في التلفزيون، ده الرسول. تقول ليه التلفزيون؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال من علق، ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم، من علق تميمة فقد أشرك. الرجل دخل يده جوا وقطعه وفناه، النبي صلى الله عليه وسلم بايعه يا دوب خش الإسلام، لأنه الحاجات دي بتتنافى مع الإسلام. لا يمكن يا أخي أنت تقول بيحفظك الفكي بحجابه وتجي تصلي لله، طيب ما تصلي للفكي؟ يقول لك لا يا مولانا لو صليت لغير الله شرك. لو توكلت على غير الله واعتقدت إنه الفكي أو حجابه أو بخرته أو محايته بتحفظك أو تنفعك أو تضرك، ده برضو شرك زيك زي الزول الصلى لغير الله. لأنه الشرك هو صرف العبادة لغير الله، والعبادات كثيرة، منها التوكل، منها الصلاة، منها الحج، منها الصيام، منها بر الوالدين، منها الخوف، منها الإنابة، منها الخشية. أي عبادة من ديل صرفتها لغير الله أشركت وكفرت بالله. عشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم قال له وحق العباد على الله ألا يشرك، ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. دار تمشي الجنة وحد الله وما تشرك به، بس ده الموضوع كله. عشان كده بقول لك الدين ماله يسر، ده هو اليسر ذاته. اللي بيدخلك الجنة موضوع واحد، توحد الله وما تخاف إلا منه، ما تتوكل إلا عليه. يا جماعة النبي صلى الله عليه وسلم قال اللي بيقرأ الصباح وبعد العصر المساء سورة غلو والله كاملة 3 مرات، وسورة الفلق 3 مرات، قل أعوذ برب الفلق كاملة، وسورة الناس قل أعوذ برب الناس كاملة 3 مرات، ما تزيد ولا تنقص. الصباح تقرأ أي سورة من الثلاثة ديل 3 مرات، والمساء بعد العصر وانت ماشي تقرأ أي سورة من الثلاثة ديل 3 مرات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تكفيك من كل شيء. قال العلماء معنى قوله صلى الله عليه وسلم تكفيك من كل شيء أي أي نفع أنت داير بيجيك، أي منفع عليك، وأي شر أنت خايف منه ربنا بيدفع عنك وبيحميك منه. لأن ربنا قال إن الله يدافع عن الذين آمنوا، وفي قراءة إن الله يدفع عن الذين آمنوا. الله بيحفظك من أي شر، بس تقرأ الثلاثة صور دي بلسانك، لأن الرسول قال للصحابي قل، أقراها مش تعلقها، قل يعني بلسانك. ولدك الصغير اللي ما بيعرف يقرأ خذ يدك على راسه وأقرأ له الفلق والناس، وممكن معاهم الإخلاص، خذ في يدك في راسه وأقرأ له. الموضوع أنت، ده الموضوع كده. إنسان يكون مؤمن بالله عز وجل وتوكل على الله تبارك وتعالى تصلح جميع أمورك في الدنيا هنا وفي الآخرة بعدين. شكرا لكم وجزاكم الله خير وبارك الله فيكم.